مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية مع طبيب اليوم. يا ترى لما بتحب الأكل أكيد، هل فعلا قلب الرجل في معدته معظم الوقت؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، دي أمثال احنا تربينا عليها. أعتقد إن هي الأمثال دي كانت سبب رئيسي لمرض زي مرض السمنة. الحقيقة شيء محزن إن احنا نشوف شباب في عز شبابهم بينهجم وهم ماشيين، ولا لما يدخل محل ملابس ويختار XX large، ولا شاب عنده مرض السكر بسبب السمنة. يا ترى كتر الأكل أو الأكل له من السحر اللي يخلي شبابنا يتنازلوا عن التمتع بشبابهم بسبب الشراهة في الأكل؟ ضيفي في هذه الفقرة له باع طويل في محاربة السمنة والقضاء عليها، سواء من خلال المعلومات والنصايح اللي بيعلنها لمرضاه أو من خلال استخدامه لأحدث أجهزة التخسيس. دكتور حاتم نعمان، استشاري السمنة والتغذية العلاجية وماجستير إذابة الدهون والتغذية. محاور النهاردة هتكون عن أهم أسباب فشل الرجيم ودور الأجهزة الحديثة في التخلص من السمنة. منورنا يا دكتور حاتم. منورك يا فندم. شوف، انت عامل لي مشكلتين. المشكله الاولانيه لازم حضرتك تثبت مواعيدك بالنسبه للناس. لان انا المره اللي فاتت قلت مواعيد ما كانتش صح، حضرتك كنت مشغول. الحاجه الثانيه، حضرتك تخش على الاستوديو على طول، لانه بيقطعوا طريقك كل الشباب الموجودين عندنا في القناه وعمالين يسالوك، فده ممكن يعطل وقت الحلقه. دلوقتي انا طبعا في المقدمه اتكلمت عن موضوع اللمه. اللمه حلوه جدا، ما فيش حد ما بيحبش اللمه، وما ينفعش نقول للناس بلاش اللمه، لكن اللمه بتساعد على الاكل غير لما الواحد يبقى لوحده. اكيد يعني نفسه على الاكل بتبقى مش زي ما بيكون في وسط مجموعه اهل اصدقاء زمايل. اللمه نعمل ايه؟ نعمل تركيبه ازاي بحيث ان احنا نستمتع باللمه وما نتشجعش على الاكل او ننظم الاكل؟ اولا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اللمه جميله جدا، ولو عملتها بروتوكول حلو بيجيب نتيجه حلوه جدا. والقعده لوحده وبياكل لوحده بيجيب اكتئاب ويبدا يبلع الاكل، اكل عايز يخلص الاكل وقاعد متضايق. اللمه فيها ميزه، مضغ الاكل لو خدته بالراحه، المهم بلاش وليمه الاكل كتير والكلام الفارغ اللي بنعمله ده، لا قطع من كل حاجه. وليمه الاكل كتير، احنا داخلين على رمضان يا دكتور. ده موضوع تاني، انا مش عارف رمضان قصه لوحده. طيب نبتدي نحاول ننظم قبل رمضان. دي مهم قوي. احنا لو عملنا في الوليمه، لو واحد مثلا ما شاء الله بياكل كتير جدا، نقول له معلقه رجل اسد وربع معلقه مرمريه قبل الاكل ربع ساعه. أسد. معلش دكتور حاتم، مين ده؟ مين رجل الاسد ده وجابه ازاي؟ ده هو عشبه اسمها رجل الاسد. دي موجوده في نوعين منها، في موجود على في الارض وفي موجود في البحر. طيب موجود عند العطار؟ موجود عند العطار، ولكن اللي بقول فيه الاثنين الاصل والصحي هو اللي في البحر. طب وده محتاج بقى لا هنجيبه ازاي؟ موجود عند العطار عادي، موجود، بس بنشم الريحه في ريحه الملح بتاع البحر، فده الاصل. دي نقطه. معلقه رجل اسد وايه؟ وربع معلقه مرمريه. وربع معلقه قبل الاكل؟ قبل الاكل مثلا بربع ساعه، بنص ساعه بعمل تحضير، يبقى ببدا اقفل المعده. وانا بقى في الوليمه بمضغ الاكل واحده واحده بالراحه، بنتناقش مع بعض، بيفوت تلت ساعه نص ساعه فابدا اشبع. كويس قوي. لما اكل لوحدي برضه مش حلو. اكيد هبدا الاكل بسرعه، يجي لي حاله مزاجيه سيئه، هبقى عندي هايبر على طول، كل ده هياثر معانا. طيب حلو قوي الكلام، خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا. تمام نشوف مع بعض الفيديو. انا مش قادره اعلق، انا شبعت. طبعا انا شبعت، انا جوعت بقى. طبعا ده في الاخر هم ما كلوش حاجه، جم ناس كلوا اكلهم. مش مشكله، بس المهم يعني الفكره في حد ذاتها. الفكره طبعا طلب الاكل كتير، ليه بقى هنا الخطوره؟ لما اجي اقعد اكل او اخش سوبر ماركت او اخش مطعم وانا جعان، اطلب اي حاجه قدامي، طالما انا جعان المخ بقى ترجم اي حاجه بقت حلوه في عينيا. مظبوط. حتى حاجه ما احبهاش ممكن اكلها. فانا لازم قبل ما اكل احضر نفسي بقى شويه فاكهه، كوبايه رايب عليها معلقه جنين قمح، نص معلقه بذر كتونه مع ربع كوبايه ميه اخدها قبل الاكل بنص ساعه، بعمل تحضير. بعد كده ابدا اطلب، يكون المعده ملت شويه، ابدا اطلب الاكل بروقان بقى بدل. فده هيساعد انه هتشبع بسرعه. برافو عليك. ومش هتضطر ان انت بقى لو مش هتطلب قطب زياده، احنا بنعمل ايه؟ بنطلب اكل زياده فيقولوا حرام بترمي، فناكل اكتر مش شبعانين خلاص. صحيح. فنبدا على الاكل. الثقافه دي موجوده يا دكتور؟ موجوده عندنا لحد دلوقتي. صحيح. فدايما احنا نقول ايه؟ داخل سوبر ماركت، داخل تشتري حاجات، داخل مطعم،
دايما يفضل تبقى داخل على الاقل شبعان نص شبع. طيب اذا يبقى في بالنسبه لللمه والاكل نتكلم نتناقش، يبقى في تحضير للمعده قبل ما ندخل على الوليمه. قلت كذا وصفه، كوبايه رايب مع ملعقه جنين قمح، تمام، او معلقه رجل اسد اللي بتقول عليها العشبه دي، تمام، مع مرمريه، معلقه مرمريه، يعني كم حاجه كده، حاجات بسيطه كده وسريعه ممكن الناس تفتكر اللي تفتكره منها، وتحاول انها تجهز نفسها بحيث ان اللمه ما تشجعهاش على الاكل. برافو عليك، تمام، مهمه جدا. طيب دلوقتي في صوره عايزينك تعلق عليها. حاضر. احنا بنحب نسمع التعليقات علشان الناس يعني تحس ان هي متفاعله معانا كده، ونشوف الصوره دي. ليش لبس لمده شهر او شهر ونص على الاقل؟ ليه؟ ليه بقى؟ لو كان اللبس واسع هيبدا يوقف الدايت من غير ما يحس، ما لبس موجود. ولبس واسع عليا فاكل شويه مش فارقه معايا. اما يكون اكل لما اقول ايه؟ هات تيشيرت ضيق شويه عليك. ماسك عليك قوي. ودي نفسك بروتوكول ان مثلا في خلال شهر واسبوعين التيشيرت ده يبقى مظبوط، يبقى مظبوط واسع عليه، وابدا اغير المقاسات بتاعتي تدريجيا. موضوع المقاسات اصبح مع التكنولوجيا الحديث سهل جدا، يعني ممكن اغير الشيب في خلال 21 يوم 42 يوم ويبدا المقاسات تتغير. تمام، بس اهم حاجه بقول راح يشتري ما يشتري بكميه كبيره برضه زي الاكل، يشتري حاجه محدوده تمشيه فتره معينه، ويشتري طعم تاني اصغر درجتين ثلاثه، يحطوا تحدي قدامه ان اللبس ده هلبسه خلال شهر ونص شهرين. كويس قوي. طب يعني هو الملاحظ اليومين دول انه الشباب الصغير في السن بقى عرضه للاصابه بالسمنة اكتر من الجيل اللي قبله. صح. ليه؟ اولا طبعا اللي بقى كل حاجه واحنا قاعدين بالتليفونات ريموت، احنا قاعدين النت كتير جدا، ما فيش حركه، في حاله من الشحنات الضاره داخل جسمنا. الشحنات الضاره دي لما بتكتر قوي بتؤثر على الحرق بتاعنا. الشحنات الضاره دي ليه؟ اللي هي بقى بتيجي نتيجه الشاشات او النت او الملوثات بقى اللي. وتلوث البيئي عموما، البيئي، الجو، الاكل السريع، لا وغير كده القعده كتير، قعده دمنتها مفيش حركه مفيش. وخلي بالك بقى النقطه الثانيه والمشكله الاكثر، متخيل هو عنده ثقافه طبيه عاليه فبيبدا يالف ويخترع. على اي اساس يتخيل ان عنده ثقافه طبيه عاليه؟ كده من اللي بيشوفه في النت يعني؟ بيشوف النت. اقول لحضرتك حاجه، ايه اللي بيحصل؟ انا مثلا بنزل 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو، بنزل عضلات وبنزل ميه ومعادن، برجع مكانهم دهون. العضلات دي بتعمل 70% من حرق الدهون. فانا فقدت جزء كبير ولا لا؟ طبعا. اصبح عندي نوع من اللخبطه، التفاعل الكيميائي داخل الجسم. هرجع اعمل دايت تاني، بدل ما بنزل 30 بنزل 15، اطلع مكانهم 30، الاقي عندي ارقام بيزيد بسرعه جدا نتيجه ان انا. صحيح، ده بيحصل. ده بيحصل. صحيح صحيح، نتيجه ان في تاليف في نظام التغذيه، ويقول لك كذا وما تاكلش كذا ويعمل كذا، كل ده بيدمر الدنيا. فدايما احنا بنأكد ان كل الاكلات مسموح بيها، الاكلات المصريه، الاكلات العربيه اوكي هيلثي خالص بس بكميات محدوده. ابدا احرك نفسي قبل كل وجبه على الاقل 30 40 خطوه، اعمل الرياضه الذكيه اللي احنا قلنا عليها قبل كده. في حاجه اسمها الرياضه الذكيه. فكرهم بيها يا دكتور. افكرهم بيها. اكتر حاجه بخاف منها في حياتي. يعني بتخاف من ايه اكتر حاجه؟ تخيل قدامك صرصار كبر مره واحده. السمنه المفاجاه. لا انت امال ايه؟ ايه اللي تخافي منه؟ ايه الحاجه اللي انت بتخافي منها؟ يعني بتخافي من ايه؟ من الاكل يعني؟ لا لا لا، عموما في حياتك حشرات مثلا تخافي من ال كل انا خايف في حشره كبرت مره واحده بقت وراكي، هتعمل ايه؟ هتجري. هجري طبعا. صح كده؟ دي حاجات اشارات طبيعيه موجوده في الجسم وهرمونات طبيعيه، ببدا اجري 30 ثانيه. يعني يتخيل نفسه انه شاف حاجه مفزعه. طبعا انت عارف ان التخيل يبقى واقع داخل جسمك. يعني انا تخيلت حاجه مكتئبه وحاجه كئيبه، يبدا الجسم يتاقلم معايا بالكئابه دي، وتخيلت حاجه فيها بهجه وفيها فرحه ابدا احس بتثبت. برافو عليك. تمام، يبقى الواقع والخيال حاجه واحده. تمام، الجسم بيستجيبه. فانا اتخيل ان في حاجه مخيفه ورايا واجري جريه سريعه 30 ثانيه واريح دقيقتين. اجري 30 ثانيه واريح دقيقتين بس، بحرق دهون جدا. في التكنيك ده. في التكنيك بس سهله ولا مش سهله؟ سهله جدا. نعملها جوه البيت 3 مرات في الصبح و3 مرات بالليل. احنا ممكن نتخيل ان في حاجه مخيفه، والحاجات المخيفه كتيره موجوده في الواقع اساسا. هنجري. وكده صندوق كده فيه. طيب دلوقتي الشباب سهل يخسوا اكتر ولا الكبار في السن؟ طبعا لا، الشباب. الشباب. الشباب اسهل. علشان عندهم يقدروا يربوا عضل، يقدروا ان هم ينزلوا الدهون بكده، يقدروا يتحركوا اكتر. في معلومه خطا عندنا، انه يقول لك ان السيدات بعد الانقطاع الدوره يقول لك الحرق بتاعهم قل. دي معلومه موجوده. كذبه، مش موجوده اصلا. خطا يعني. كبار في السن يقول لك اصل الحرق بتاعهم قل. لا، هو ايه الموضوع؟
ان هو الكبير في السن عنده نواقص بنملاها له. مجرد ما الجسم يتشبع مع المخ بالنواقص دي يبقى الحرق بتاعه يعلى. كذلك عند السيدات، كذلك عند الشباب ممكن عنده حاجات زايده اكتر من اللازم اثرها على الحرق، بنبدا نهديها له، وحاجات قليله بنبدا نعليها له. فبنعمل توازن كيميائي داخل جسمنا، وفي نفس الوقت الجسم بيستفيد بكل النواقص الموجوده. ما يحسش ان هو تعبان، ما يحسش ان هو حصل له اعراض جانبيه، صح؟ حياه طبيعيه. يبقى ما يلحقش، شايفين واحد يخش لي 16 سنه 15 سنه وعنده 180 كيلو، تعالى شوف الخرطه بتاعته. اصل هو عنده 16 سنه كان بياخد ادويه يا شيخ، حرام والله العظيم. انا عندي ناس صغيرين في السن 12 سنه وللاسف زملاء بيكتبوا اربع خمس ادويه للطفل زي ده. فبعد ادويه من اي نوع يعني؟ ادويه تخسيس. ادويه تخسيس، تخيلي تخيلي، ما ينفع ده فترة النوم في هذا العمر، ما ينفعش فترة النوم، ما ينفعش. وهتدمر حاجات كتير طبعا، وهتدمر اعضاء كتير يعني الكلى والكبد والحاجات دي، ده الحاجات دي خطر. لا انا بتكلم لو السن ده بيحرق 3000 سعر حراري، هنتكلم على الحرق بقى، 3000 سعر حراري، خدت الادويه دي في خلال سنه سنتين بتحرق 1500، ولا لسه في النمو، فتره يعني لسه صعب صغير. تخيلي بقى انا بدمر الجسم ازاي. الحاجه الثانيه برضو المعلومات الخاطئه، يقول لك انا بعمل شفط وبنزل 10 كيلو في 5 دقايق. يا راجل التقلق بيحصل، ما فيش كلام ده، وبيحصل وبيتقال، يعني بيتقال انه بيحصل والناس مصدقه يا عيني. ما فيش كلام ده يعني، هم اوروبا وامريكا متخلفين واحنا اللي انجزنا الموضوع ده. اكيد لا، هم ما لغوا الكلام ده كله، واحنا بنعمله وبنقنع المريض ان في خلال 10 دقايق انزل لك 10 كيلو. ازاي؟ لا هو مش سحر اصلا، ما في حاجه اسمها كده اصلا، ما ينفعش طبعا. طيب سهل نخس في الصيف اكتر ولا في الشتاء يا دكتور؟ بصراحه في الصيف. في الصيف، في الصيف يبقى عندي تشبع سوائل اكتر، الجوع عندي بيقل شويه، الشتاء عندي بيبقى بردان. ولكن لو عملت هنا توازن، وقلنا توازن يبقى بالانس واحد او حرق واحد، يعني طاقه واحده. يعني الصيف هيبقى عندهم فتره الصيف اسهل في انه اللي عايز يخس، اللي عايز يخس اسهل، وفي نفس الوقت برضه ايه الجواكب بتشال والتيشيرتات بتحط، فيبقى الايه الجسم يبان على الحقيقه، يبان عليه، فيبدا يجي له بقى علامه اصرار. لما اصرار لما يجي له اكتئاب، مفيش في النص عندنا. دي فدايما اي حد يلاقي حاجه فيها مضايقه يبدا ياخد خطوه ايجابيه. احنا مش عايزين الاكتئاب، احنا عايزين الاصرار، تمام، اهم حاجه. طيب هل السمنه بتؤثر على العلاقه الحميمه الزوجيه بين الرجل وزوجته؟ طبعا، ابسط حاجه عند الرجال مثلا منطقه البطن. انا مجرد ما الدهون عندي بتثبت بتزيد من 5 ل 10 سنتيمتر في الحوض، تخيلي في المسافه، اللي بيحصل هرمون الانوثه بيقل، سوري هرمون الذكوره بيقل، ويعلى مكانه مين؟ هرمون الانوثه. وعند السيدات نفس الموضوع. يعني بيحصل خلل. هرمون الذكوره عند السيدات يعلى والانوثه يقل. فاولا يحصل مشاكل، ثاني حاجه الدهون اللي حوالين منطقه البطن وبين الفخذين اللي هو مصنع عند الرجال بقى، مصنع تكوين الحيوانات المنويه، بيبدا يقل نتيجه وجود دهون وحراره عاليه. فالمصنع بيبدا انتاجه يقل. هيبقى الرغبه عندي بتقل، يخش في موضوع كبير جدا، مشكله كبيره جدا. الالتهابات العاليه بتؤثر برضه. كل ما الخلايا الدهنيه بتعلى، كل ما الالتهاب عندي بيعلى. معادله كده. طيب. ماشي. يعني ايه الاغذيه اللي ممكن تساعد في تلافي هذا الامر؟ يعني لو مثلا مرضى بالسمنه وخلاص خدوا اصرار يخسوا، لكن محتاجين كمان اغذيه تساعد على يعني انه يعني يساعدهم في انه يبقى في علاقه حميمه بدون مشاكل. في اغذيه بتساعد على هذا؟ الاغذيه طبعا بتساعد على كده، وفي برضه مشروبات بتساعد على كده. زي ايه؟ يعني اقول لك، يقول لك ايه علاقه الاكل مالهاش علاقه بال، لا ليها علاقه. يعني في ناس بتطلع يقول لك لا الاكل ملوش علاقه بالحلقه الحميمه بين الزوج والزوجه. لا، نوعيه الاكل. لا، في ناس، لا، في برضه زملاء بيطلعوا دلوقتي يقولوا مالهاش علاقه. يعني الاكل نفسه ملوش علاقه. لا غلط طبعا، الاكل ليه علاقه. ليه علاقه. طب ايه بقى؟ قول لنا يا دكتور. يعني مثلا زي شوربه الكوارح، احنا بنخاف منها دي. دي لو عملناها شوربه كوارع رائعه جدا، مفيده جدا، بنحط عليها حبهان، بنحط عليها شويه فلفل اسود، بنحط عليها زنجبيل، بنحط عليها كركم، كل الحاجات دي بتعمل زياده في الدوره الدمويه، ويبدا يغذي المفاصل، وفي نفس الوقت فيها مواد بتنشط هرمون الذكوره عند الرجال. فيعمل هيبره حلوه جدا. طيب عند السيدات اكل البقدونس كتير جدا مفيد قوي بالنسبه لهم، الكرفس مفيد جدا بالنسبه لهم، البطاطس المسلوقه مفيده جدا بالنسبه لهم، زيت اللافندر الدهان بيعمل استرخاء فبيخلي هرمون الانوثه هي على معايا. كل ده بيعمل زيت اللافندر ده دهان للجلد، بيجلد بحيث يعمل استرخاء للجسم عند السيدات مش عند الرجال. عند السيدات، فبيزود هرمون الانوثه عندها، فيبدا الاحساس عندها يعلى اكتر. طيب والسمنه كمان بتاثر على الحاله المزاجيه اكيد للمراه، يعني قلب به مفيش كلام يعني على الخلايا الدهنيه، كل ما بتكتر
هرمون الاسترخاء عندي بيقل. يعني ممكن ده يسبب اكتئاب؟ طبعا، ليه؟ نقص المغنيسيوم ونقص الزنك ونقص فيتامين بي 5. السمنه بتؤدي الى نقص هذه الفيتامينز؟ طبعا، وبالتالي بتسبب اكتئاب. بسبب اكتئاب مع الوقت. وخلي بالك نقص الاو 2 او الاكسجين داخل جسمنا يؤدي الى الاكتئاب. ان المخ مش بيتغذى كويس جدا والجسم مش بيتغذى كويس جدا من جوه، فالكفاءه الداخليه بيحصلها هبوط جامد قوي. تمام، فكل ده بيأثر على الرجال او النساء. طيب ايه الاغذيه اللي ممكن تحسن الحاله المزاجيه وخصوصا الاكتئاب؟ في الاغذيه المكرونه، طبعا الناس تستغرب جدا، مكرونه بزيت الزيتون بالثوم. مكرونه زيت زيتون ثوم، زيت الزيتون عليها شويه ثوم، دي بتعلي الحاله المزاجيه. الحاله المزاجيه وعليها اسمها شويه ريحان بقى، شويه دلع وشويه بقدونس، احنا طعم الثوم يروح مني وابدا اكله طبق صغير، ده بيحسن الحاله المزاجيه. ظهرت الالام، حاجه اسمها ظهرت الالام وعشبه القديس يوحنا. لا تاني، قولها لي من الاول تاني. ظهرت الالام، ظهرت الالام وعشبه القديس يوحنا. وعشبه القديس يوحنا اسمها كده في مصر، اسمها كده في مصر. واللافندر، واللافندر، اللافندر دهان ولا كل ده مشروبات باعشاب؟ باعشاب، اعشاب كلها. بابونج معاها، تمام، شمر، الحاجات معانا نضيف عليها. موجودين عند العطار دول؟ موجودين جدا عند بس كل عطار. الناس هتقف طوابير عند العطارين يا دكتور حاتم من بعد الحلقه بتاعتك. اي حد، مش اي حد، حدانا القتل مش كتير. طبعا، لا مهم ان حضرتك تقول ده من هذا المكان. طبعا مش اي حد. طب يعني نعرف منين المكان الصح، يعني الطريقه الصح انه العشبه دي صح؟ يعني ممكن اي حد يبيعها. ورقه بيضاء، ورقه بيضاء ايه، احط العشبه جوه الورقه البيضاء. اي حاجه، يا عشبه مثلا لونها اخضر، لقيت حاجه لونها بني او اسود، السلام عليكم، سهل قوي، بس ورقه بيضاء افرش العشبه نفسها على ورقه بيضاء. على ورقه بيضاء هيبدا يبين معايا لو كل لون اخضر، مثلا زي مثلا سي الريحان لون فاتح بتاعها يبقى اوكي جود. لو في سواد سوس او اسود يبقى ده مش حلو، الريحه الفواحه بتاعتها قلت الغي، يبقى خلاص الغي. ما هي الورقه البيضاء مش جيده او فتره صلاحيتها، بيبقى ليها فتره صلاحيه. طبعا فتره صلاحيه وتخزين. وتخزين، وتخزين طبعا. انه كمان مش نروح نجيب الحاجه وفي الاخر تطلع كمان مش مظبوطه، قديمه، ليها فتره صلاحيه انتهت، فبالتالي تجيبنا ما بنجيبش نتائج، مشاكل تانية خالص، ندخل في مشاكل عكسيه طبعا اكيد. طيب يبقى اذا الحاله المزاجيه، وده مهم قوي بالنسبه للناس، لان الحاله المزاجيه عندنا يعني بتتارجح، فاحنا نتيجه ظروف حياتنا كلها، فمهم قوي نعرف الحاجه اللي تحسن الحاله المزاجيه. وانا عايزه اختم بده تحديدا، يعني نرجع نقوله، زهره الالام وعشبة القديس يوحنا، البابونج، ايوه، الشمر، لافندر، لافندر، ريحان او حبهان، ريحان او حبهان، كل واحد يبقى مشروب مستقل لوحده ولا نحط على بعضه؟ على بعضه ممكن نمكس مع بعضه، وناخد معلقه على ميه مغليه ويحلى بالعسل النحل. طب ولو الناس عندها سكر مش عايزه تحليه بالعسل؟ لا، حط ربع معلقه عسل نحل، مفيش اي مشكله خالص، عشان يشغل. انا عندي السكر وعايز اطمئن نفسيا، حط ربع معلقه ورق التوت البر، تمام كده احنا في الامان. لا ده موضوع كبير بس كويس قوي ان احنا بنقدم الجرعه دي من خلال حضرتك. وطبعا في النهايه انا لازم اشكرك شكر كبير جدا، واكيد الناس ان شاء الله تستفيد بهذه الوصفات وطبعا بهذه النصايح. ولازم نقول السمنه، السمنه، السمنه مضره وخطيره جدا، مش بس مضره كشكل، دي مضره في كل حاجه، تؤثر على العلاقه الحميمه، تؤثر على قدره المراه على الانجاب، تؤثر على صحه الجنين، حتى تؤثر على الحاله المزاجيه، الحياه، كل حاجه، عايز شغل نفسه طبعا. اهم حاجه يا جماعه، بس نبذه بس سريعه كده، بلاش نسمع كلام اي حد، بلاش الاوهام. المشروب الفلاني نزلنا 30 كيلو في الشهر، كله طبعا هجايص، مفيش كلام ده خالص. لازم ناخد بروتوكول طبي علمي صحي. ابدا احط بروتوكول قدام او خطه 3 4 شهور 6 شهور اتخلص من الخلايا الدهنيه تماما. ولا طبعا في خلايا دهنيه موجوده، بتخلص من الدار بس. الناس بتهجس برضه، يقول لك بننقل الخلايا الدهنيه خالص. لا، على الخلايا الدهنيه لو اتشالت كلها من الجسم البني ادم يموت. ما ينفعش، ما ينفعش، عشان ده برضه بيتقال برضه، ده مش موجود. فلازم اكون عارف انا بعمل ايه، لان اول خطوه خدتها صح برتاح طول عمري. اكيد طبعا. يعني لو ذا فيرست ستيب مشينا صح هنكمل صح. مظبوط، الحاله بتاعي بيعلى، الطاقه بتعلى، الدنيا بقت كويسه، التكنولوجي الحديث في الاجهزه عامله نتائج هائله جدا مبهره، الشيب بيتغير في خلال 21 يوم 42 يوم. طب التكنولوجي الحديث في الاجهزه ده بعد ما نكمل الدايت؟ يعني قصدي بعد ما نقطع شوط مع النظام الغذائي، ولا ممكن؟ لا، اقول لك حاجه، الاغلبيه مره واحده نروح ونقول احنا هنستعمل اجهزه مثلا؟ لا لا، عايزين نختصر وقت ونختصر لا لا لا، كذا. هو مش موضوع وقت، هو موضوع قصه كالاتي.
احنا عندنا دهون متكيسه او دهون ترانس مؤثره على عمليه تكوين الدهون، مؤثره على عمليه ان نخلي الدهون تكون بسهوله. هو الاجهزه وظيفتها ايه؟ بتمنع الموضوع ده. فانا بعمل اجهزه مع نظام اكل مع نظام مشروبات مثلث مع بعض، فابدا احسن او اتخلص من الدهون. طبعا انا بشكرك جدا دكتور حاتم نعمان استشاري السمنه والتغذيه العلاجيه وماجستير اذابه الدهون والتغذيه. وحضرتك ثبت مواعيدك بقى من دلوقتي عشان الناس قاعده مستنيه دلوقتي. مواعيد حضرتك ايه؟ انت مش فاضي على طول؟ ان شاء الله. ان شاء الله نلقاكم مع فقره جديده من فقرات دكتور حاتم نعمان اللي دايما بيبقى عنده جديد. الى اللقاء في حلقه جديده من طبيب اليوم. Thank you.